سهرتنا النهاردة مع حضراتكم سهرة استثنائية، وأنا سعيدة جدا جدا أن يكون معايا في مهرجان العالمين موهبة متفردة، طاقة فنية دايما متجددة، ومن عمل لعمل بتؤكد دايما نجاحها وتؤكد دايما براعتها في الأداء وفي الإحساس اللي بيوصل مباشرة للجمهور. وأجمل ما فيها الحقيقة أننا شفناها من بداية مشوارها في دور صغير في مسلسل حديث الصباح والمساء لحد ما بقت واحدة من أهم نجوم جيلها، وقدمت عدد من أهم الأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة. شفنا لها صوت وصورة، شفنا لها وجوه، شفنا لها سر الباتع، القاهرة كابل، ووعود سخية، ولمسة أكتاف، وغيرها من الأعمال المتميزة. النهاردة بتنورنا من على أرض العالمين الفنانة الجميلة حنان مطاوع. الحقيقة هيكون حوار طويل عن حاجات كتير قوي، عن مهرجان العالمين طبعا، وعن رحلتها الفنية، وعن أمومتها، وهنتعرف على الوجه الآخر لحنان مطاوع، الفنانة الجادة المثقفة واللي كبرت وتربت وسط كواليس الفن وكواليس المسرح المصري على ايدين اتنين من اكبر وابرز الفنانين، هم الفنان طبعا كرم مطاوع رحمه الله عليه، والفنانه القديره اللي ربنا يديها الصحه الفنانه سهير المرشدي.